إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى ونهره الكوثر، واسقنا منه بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله وجوه أهل الإسماعيلية، حي الله هذه الوجوه المشرقة النيرة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الأبية الكريمة الزكية التي انصهرت معها من قديم في بوتقة الحب في الله، وشرح الله صدوركم العامرة بحب الدين والخير، وطبتم وطاب سعيكم أيها الشعب الأبي الزكي الكريم النقي، طبتم أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفاضلات، وأيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأشهد الله لقد طال الشوق إلى لقائكم، فجزى الله كل من كان سببا في هذا اللقاء خير الجزاء، وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البلد الحبيب إلى قلبي على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الاستغفار أمان أهل الأرض، هذا هو موضوعي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. ويعلم الله أنني قد حددت هذا الموضوع قبل أن أعلم أنني سأشرف بالوقوف بين أيديكم في هذا اليوم في هذه المحافظة الحبيبة إلى قلبي، فلقد كنت أخطب الجمعة الماضية بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية خطبة عن آثار الذنوب والمعاصي،
ووعدت الإخوة بعد جمعة دموه الذي كان من المفترض أن أكون خطيبا فيها اليوم أن أتحدث عن الاستغفار بعد حديثي عن الذنوب، فشاء ربي أن يكون لقائي بكم في أول لقاء لي بعد 20 عاما عن أمان أهل الأرض، ويا له من قدر. أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل الإسماعيلية أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي في عجالة أن أذكركم بما ذكرت في اللقاء الماضي عن قصد وعمد. تحدثت عن آثار الذنوب والمعاصي، وقلت لا يعاني أحد في الأرض كلها الآن مما يعانيه إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ومشكلة المشاكل أننا نسينا مع كل أزمة ذنوبنا وخطايانا، فالعالم كله الآن محروم من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من الوسائل العلمية والنفسية الحديثة لمحاربة الجريمة ولمحاربة الأفكار المنحرفة. حرم العالم من نعمة الأمن والأمان، وحرم العالم من نعمة الرخاء والاستقرار، على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة، وحرم العالم من راحة الصدر واستقرار الضمير وهدوء النفس، وانتشرت الأمراض كالقلق والاكتئاب والاضطراب، وكثرت الهموم والآلام والأحزان، بل ويشعر كثير من الناس بضيق في الرزق، إلى غير ذلك مما يعانيه الآن جل أهل الأرض. وستعجبون أيها الأفاضل إذا علمتم أن السبب وراء هذه المصائب والنكبات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي هي الذنوب والمعاصي. نعيش عصر العلم، وصرنا نفلسف كل مشكلة بعيدا عن ربنا ونبينا، ونضع الحلول بعيدا بعيدا عن الحق والحقيقة. ما من مصيبة تقع في الأرض على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي في البشرية كلها إلا بسبب الذنوب والمعاصي، بداية من كبائرها إلى صغائرها. خذوا الأدلة على ذلك من كلام ربنا وكلام حبيبنا ونبينا. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل: ذلك جزيناهم ببغيهم. وقال الله عز وجل: فأخذهم الله بذنوبهم. ما أوضح الآيات وما أصرح الكلمات: فلا يقع بلاء إلا بذنب، ولا يرفع بلاء إلا بتوبة وأوبة إلى الله جل وعلا. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والحاكم وغيرهما من حديث ابن عمر، قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان،
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فالذنوب أيها الأفاضل تهتك العصم، الذنوب تنزل النقم، الذنوب تبدل النعم، الذنوب تحبس الدعاء، الذنوب تقطع الرجاء، الذنوب تنزل البلاء. فما من بلاء في الأرض على مستوى البشرية أو على مستوى الأمة الميمونة المحمدية أو على مستوى الأفراد إلا بما كسبت أيدي العباد. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن أخطر آثار الذنوب، من أخطرها أنها تمرض القلب وتميت القلب وتحجب القلب عن الرب جل وعلا. قد لا يفكر كثير من الخلق في هذا الأثر المرير. قد يقول كثير من أحبابي وإخواني: يا شيخ أنا مش عارف أقوم أصلي بالليل، أنا مش عارف أحافظ على صلاة الفجر، أنا مش قادر أغض بصري عن الحرام، أنا مش قادر أكف لساني عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، أنا مش قادر أبر أبي وأبر أمي، منش قادر أوصل رحمي، منش قادر أنفق. أشعر بقيود ثقيلة تحول بيني وبين الطاعة. وإن أردت جوابا على كل هذه الأسئلة وغيرها فالجواب: فتش عن ذنوبك. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا علي، حرمت من الصلاة بالليل ولا أدري لذلك سببا. فقال له علي: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، يا من حرمت من البكاء من خشية الله، يا من حرمت من البكاء من خشية الله، يا من حرمت لذة الأنس بالله، يا من حرمت لذة المناجاة في الخلوة، يا من حرمت من صلاة الفجر في جماعة، يا من حرمت من الطاعة، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. آه من ذل الذنوب والمعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر، قلب يجول حول السماء وقلب يجول حول الخلاء،
قلب يعلو إلى أعلى عليين مع الملائكة المقربين، وقلب يهوي إلى درك الشياطين مع العصاة والمذنبين. الذنوب تمرض القلب وتميت القلب، بل وتحجب القلب عن الله جل وعلا. واعلم والد الغالي وأخي الحبيب وأخت الغالية، اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. وقال شيخ ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. عض على هذا الكلام بالنوازل. اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. والله ما سبق أبو بكر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم بكثير عمل، لا والله، وإنما سبق الصديق الصحابة كلهم بشيء وقر في قلبه، بالإيمان، باليقين، بالثقة في رب العالمين، بالتصديق الكامل الذي تبوأ الصديق ذروة سنامه بجدارة واقتدار. والله ما سبق الصديق الصحابة بكثير عمل، ولكن بشيء وقر في قلبه. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أي أصبح قلبه كالمرآة الصافية، صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاعلم أن مرض القلب إنما هو عقوبة من الله لصاحب هذا القلب الذي أعرض عنه. اسمع لربك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تدبر قول ربك: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم الله بذنوبهم. تدبر قول ربك سبحانه وتعالى: بل طبع الله على قلوبهم بماذا؟ بل طبع الله عليها بكفرهم. فهذه عقوبات عادلة من الله للقلب، لا أريد أن أطيل. فأخطر آثار الذنوب أنها تمرض القلب وتميت القلب وتحجب القلب عن الله. والقلب إن تغلف بأغلفة الران لا يسمع آية ولا يتأثر بحديث ولا تحركه موعظة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ومن آثار الذنوب أنها تزيل النعم. يا شيخ، ما فيش مشروع بفتحه إلا ما يفشل. يا شيخ، ما في سفر بسافر إليه لتوسعة الرزق على أولادي إلا وأخسر. إيه السبب؟ الذنوب.
ما دليله؟ كلام ربي وكلام نبيه. قال الله، تدبر: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذنوب تغير النعم، تبدل النعم. حبيبي، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. وصنها بطاعة الله، فإن الإله سريع النقم. روى أحمد وابن ماجة وغيرهما بسند حسن من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل، وفي لفظ إن العبد، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي رواية أبي نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روعي، يعني في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طيب عم الشيخ، في إشكال، ماذا تقول إذن في من كفر بالله أصلا؟ لا أقول وقع في المعصية وهو مع ذلك يتنعم في ألوان النعيم، لا، كفر بالله أصلا ومع ذلك فهو يتقلب في ألوان النعم والنعيم، ما جوابك؟ اسمع للنبي الصادق، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فلا تغتر بنعم الله وأنت مقيم على معاصيه، فالله يمهل ولا يهمل، إنما هو استدراج. فإن كان ما بين يديك من النعم يقربك من الله جل وعلا، فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب الشكر للمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن كان ما بين يديك من النعم يحول بينك وبين طاعة الله، انتبه، فاعلم أنها الفتنة في ثوب النعمة والمحنة في ثوب المنحة. إن كان ما بين يديك يقربك من الله، فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب الشكر للمزيد. وإن كان ما بين يديك يبعدك عن الله، فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة. فكم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، مفتون بالنعم إن كان مقيما على معصية الله سبحانه وتعالى. فالذنوب تبدل النعم وتنزل النقم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها،
قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ومن أخطر آثار الذنوب أنها تحرم صاحبها من العلم، من القرآن، من السنة، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كم من إخوان لنا يشكون صعوبة حفظ الآيات وصعوبة حفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام وصعوبة حفظ كلام أهل العلم من الربانيين والصالحين. لماذا؟ يقول عبد الله بن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. لما جلس الشافعي الإمام بين يدي الإمام مالك وألقى عليه الموطأ من حفظه، فأعجب الإمام مالك بذكاء الشافعي، وكان طفلا في التاسعة من عمره وقد حفظ الموطأ كله في 3 أيام. فلما أعجب الإمام مالك بحفظ الشافعي وذكائه ووفور ذهنه وفطنته، قال الإمام للشافعي: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني بترك المعاصي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأوصاني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا القلب لا يمكن أن يستوعب هذا النور عن الله وعن رسول الله إلا إذا أشرق بنور الإيمان والطاعة. قال ابن القيم لله دره: إذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. نعم، إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وضعفا في البدن، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. وتبدأ المعصية أيها الأفاضل هينة على أصحابها وأهلها في الخلوة. يتجرأ الواحد منا ابتداء على الله في الخلوة، يغلق على نفسه مكتبه أو حجرته أو بيته أو في شقة بعيدة عن أعين الخلق، ونسي المسكين أن الله يسمع ويرى، ويبارز ربه جل وعلا بالمعاصي، بالبحث على مواقع الفساد على شبكة الإنترنت، أو في فضائية فاضحة من الفضائيات التي تعلن الفاحشة وتروج لها، أو يتجرأ على معصية الله، أو التخطيط لإيذاء خلق الله وعباد الله بعيدا عن أعين الناس. ونسي هذا المسكين المتجرئ على حرمات الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي وغيره من حديث ثوبان: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تجرأ بعد الخلوة على المعصية في الجلوة في الجهر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى، اللهم لك الحمد، إلا مين؟ إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا أي ذنبا يبيت يستره ربه، فيصبح ويقول: يا فلان يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: يبيت يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عليه. ثم بعد ذلك يألف الواحد منا المعصية، لأن الله ليعجل له العقوبة في التو واللحظة، فينسى الذنب ثم يرتكب الذنب مرة ثانية، ولا يعاقبه الله عليه فينسى الذنب مرة ثانية وثالثة وعاشرة، حتى يألف المعصية ولا يستحي من ربه ولا يستحي من نفسه ولا يستحي من خلقه، سواء كانت الذنوب كبائر أم صغائر. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، الذنوب شؤم في الدنيا والآخرة، وسبب للخذلان والخسران والهلاك في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك، سيصبح المال ضنكا، وسيصبح المنصب ضنكا، وستصبح السيارة ضنكا، وستصبح الزوجة ضنكا، وسيصبح الزوج للزوجة المعرضة عن الله ضنكا. كل نعيم بين يدي المعرض عن الله جل وعلا سيتحول إلى شقوة وإلى عناء، كما قال رب الأرض والسماء. والسؤال الآن باختصار: من نجاه؟ أين السبيل؟ أين الأمان؟ والجواب: الاستغفار أمان أهل الأرض. قال علي بن أبي طالب: كان لنا في الأرض أمانان من عذاب الله، انتبه، كان لنا في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله. نعم، رسول الله أمان لأهل الأرض من عذاب الله، رسول الله أمان لأهل الأرض من عذاب الله، لأهل الأرض حتى ولو كانوا من المشركين، رسول الله في الأرض أمان لأهل الأرض جميعا من عذاب الله جل وعلا. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. رفع هذا الأمان، يقول علي، وبقي الأمان الآخر فتمسكوا به، ألا وهو الاستغفار، لقوله تعالى بعدها: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رفع أمان وبقي لأهل الأرض أمان آخر. هذا الأمان المتبقي لنا نحن الموحدين ونحن المقصرين هو الاستغفار. ما هو الاستغفار؟ الاستغفار مصدر قولهم استغفر يستغفر، وهو مأخوذ من مادة غفر التي تدل على الستر والتغطية، ومنه المغفر الذي يغطي به الإنسان رأسه في ميدان الحرب والقتال. فالاستغفار مأخوذ من مادة غفر التي تدل على الستر وتدل على التغطية. والله جل وعلا من أسمائه الغفور والغفار، وهو غفار الذنوب سبحانه وتعالى. ومعنى الغفران، الاستغفار طلب الغفران، والغفران معناه إظهار الجميل وستر القبيح من الذنوب والخطايا في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا. طلب الاستغفار وأنت تقول أستغفر الله، استشعر المعنى،
عش المعنى. أستغفر الله يعني أرجوك يا ربي أن تظهر جميلي من أقوالي وأفعالي وأحوالي، لأنه لو كشف الستر عنا لافتضحنا، لو كشف ستره عنا لافتضحنا. أستغفر الله معناها أنك تتضرع إليه أن يظهر جميل أقوالك وأفعالك وأحوالك، وأن يستر عليك الذنوب والخطايا والمعاصي في الدنيا، وأن يتجاوز عنها بين يديه في الآخرة. ووالله الذي لا إله غيره، ما كان الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الغفار، ما كان الله ليستر عبدا من عباده في الدنيا ليفضحه على هذه الذنوب بين يديه في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، اسمع اسمع للبشرى حتى تعلم فضلك أيها الموحد المتبع للحبيب، يقول: بأبي وأمي وقلبي وروحي يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. خلي بالك، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة الستر والرحمة. الله الله الله، حتى يضع عليه رب العزة عليه كنفه، حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف الستر والرحمة، ويقرره الرب بذنوبه. يعني يقول الرب للعبد: عبدي عملت كذا وكذا، يعني من الذنوب والمعاصي يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: رب أعرف، رب أعرف، أنا فاكر، أنا مش ناسي، رب أعرف، رب أعرف. فيقول الغفار جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الغفار والغفور أجل وأكرم من أن يعلم عبده أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فيطرح عبده قلبه بين يديه بذل وانكسار ويطلب منه المغفرة والعفو والتجاوز، ثم لا يغفر الله له أبدا. بئس الظن أن تظن بربك هذا، بل حسن الظن والله عند ظنك به. أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية أحمد: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فحسن الظن بالله جل وعلا أن تلجأ إليه بعد كل تقصير، بعد كل ذنب ومعصية وخطيئة، وأنت على يقين أنه جل جلاله أكرم وأجل من أن تلجأ إليه وتطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، وأن تطلب منه المغفرة والتجاوز، ثم لا يغفر الله لك. بل أحسن الظن به وكن على يقين أنه سيغفر لك، كن على يقين بوعده سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أنت تقرأ الآية لكن أرجو أن تعيش معها اليوم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. ثم فيها تراخي، فيها تباطؤ، فيها بعد عن فعل الذنب، فيها تمهل وتؤده. ومع ذلك إن استغفرت وجدت الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بل لا تقنط وإن وقعت في الفاحشة، لا تيأس وإن ارتكبت أكبر المعاصي،
قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اسمع للبشرة، اسمع لثمرة الاستغفار، اسمع لهذا الجزاء من الغفار جل جلاله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. مغفرة وفقط؟ لا لا، أنت تتعامل مع الكريم جل جلاله. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، وأعلم أن شيخنا الألباني قد ضعف إسناده، لكن العلامة أحمد شاكر رحم الله الجميع قد صحح إسناده، ومدار الخلاف بين المصحح والمضعف على الحكم بن مصعب، لم يوثقه إلا ابن حبان. الحديث رواه أحمد من حديث ابن عباس عن رسول الله بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأجمل من ذلك قول ربي: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه الثمرة؟ إيه النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا تقدرون الله حق قدره، ولا تعرفون عظمته وقدرته وقوته. ما لكم لا تلجؤون إليه، ما لكم لا تعترفون بين يديه، ما لكم لا تطرحون قلوبكم بالليل والنهار بذل وانكسار. اعترف له بتقصيرك، بخطئك، بضعفك، بفقرك، بحاجتك للرزق، بحاجتك للولد، بحاجتك للصحة، بحاجتك للذة العبادة، بحاجتك لذوق الأنس به. سل الله جل وعلا، اطرح قلبك بين يديه وسله كل شيء، فهو يفرح بك وبتوبتك وبسؤالك. يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن الحبيب النبي، قال الرب العلي: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد. أذنب عبد ذنبا، فقال العبد: خلي بالك، أي ربي اغفر لي ذنبي، أين أذهب؟ يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظمه، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي، أذنبت يا ربي، وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك.
رباه قلب تائب ما جاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال الله الله أكبر الله يجيبك ويرد عليك أيها المذنب المستغفر فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أي فعلم العبد فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب ما هو عبد فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له أي كرم مخذول من يستغل الحديث لمعصية الرب عن عمد مخذول محروم من لم يفهم من الحديث إلا أن يتجرأ على الملك بل من عرف جلال الملك وقدر الملك خاف من اللمم خاف من نظرة محرمة أما أولئك المتهوكون المتجرئون الذين لم يفهموا مراد الله ومراد رسوله فما أبعد قلوبهم عن عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى يقول ابن مسعود كما في البخاري المؤمن اللهم اجعلنا منهم يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع عليه المؤمن خايف يخاف من نظرة محرمة يخاف من كلمة غيبة يخاف من كلمة نميمة يخاف من جنيه حرام يخاف من ظلم عبد يخاف من ظلم كلب أعزك الله يخاف من ظلم قطة يخاف من إذاء جاره يخاف من عقوق والديه المؤمن يخاف يخاف جدا من أي معصية بل ينام الليلة يبكي ويفكر لماذا قلت كذا ولماذا فعلت كذا ولماذا لم أنفق ولماذا أمسك يحاسب نفسه كل ساعة وكل يوم المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا يعني فذبه هكذا فطار المنافق لا يلتفت إلى الذنب ولو كان كبيرة من الكبائر المنافق لا يلتفت إلى المعصية ولو كانت كبيرة من كبائر الذنوب بل تراه مقصرا في حق ربه ومع ذلك تراه أكثر الخلق غرورا يقول الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل فلا تفهم من حديث رسول الله عن رب العزة في الحديث القدسي فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له أن تتجرأ على الله بالذنوب والمعاصي وإنما لبشريتي وبشريتك إن زلت أقدامنا مرة بعد مرة فجددنا التوبة والأوبة بصدق ثم ضعفنا مرة أخرى فزلت أقدامنا فجددنا التوبة بصدق ثم زلت أقدامنا للمرة الألف لضعفنا ولبشريتنا فجددنا التوبة بصدق فاستمر على ذلك واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل والله الذي لا إله غيره لو شاء الله أن يخلقنا جميعا بلا ذنب ومعصية كالملائكة لخلقنا ولكنه جل جلاله يريد أن يرى مقتضيات أسمائه الحسنى كالغفور يريد أن يرى مقتضيات أسمائه الحسنى كالغفار كالرحمن كالرحيم إن لم يوجد مذنبون من أمثالي فلمن يغفر الغفار جل جلاله
لا أفتح الباب للذنوب والمعاصي، ولكن إن زللنا لضعفنا وبشريتنا فالغفار سبحانه يفرح بتوبتنا وأوبتنا. اسمع لقول نبيك كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يقول الصادق: والذي نفسي بيده يا رسول الله، والله لو تكلمت بلا قسم فأنت الصادق الأمين، لكنه يقسم ليلفت أنظارنا إلى ما بعد القسم. والذي نفسي بيده، ماذا يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، اسمع، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله، ورأى الحبيب الرحمة المهداة والنعمة المسداة، رأى امرأة في الأسرة في السبي تبحث عن ولدها. شوف، أم فقدت ولدها، فقدت عقلها، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته. النبي تأثر بهذا المشهد الرقراق الحنون، فبيسأل النبي الصحابة بيقول لهم: ممكن الأم دي ترمي ابنها في النار؟ أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. فقال أحد الصالحين المحبين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ لا يا حبيبي، اليوم أقبل، اليوم أرجع، اليوم عاهد ربك على الاستغفار، واعلم أن الاستغفار الذي تحقق به السعادة في الدنيا والآخرة ليس مجرد كلمات يرددها اللسان دخانا يطير في الهواء، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والقلب في كل واد يهيم وأنا مصر على المعاصي والذنوب. لا، إنما الاستغفار الذي يغفر الله لك به كل ذنب، ويستر الله به عليك كل قبيح، ويرفع الله لك به كل ثناء وذكر جميل، ويتجاوز عنك بين يديه في الآخرة، هو استجابة ثم إنابة ثم توبة. استجابة ثم إنابة ثم توبة، استغفار باللسان وعدم إصرار على الذنب بالقلب، وعمل بالجوارح امتثال لأمره جل جلاله، اجتناب لنهيه، وقوف عند حدوده، اتباع لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. محال يا إخواني أن يستغفر اللسان وأن يصر القلب على المعصية، وأن تنطلق الجوارح كالسهم في المعاصي، وأن يتوهم الإنسان أن هذا الاستغفار يكفي. الاستغفار مع الإصرار استهتار، الاستغفار مع الإصرار استهتار. ووالله الذي لا إله غيره، لقد قلت لإخوانكم في اللقاء الماضي كلمات تخلع القلب، انتبه، أكررها وأذكر نفسي وأحبابي بها: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. تدبرها، لا تتوهم أنك إن ابتعدت عن أعين الخلق وتجرأت على الملك بلا توبة وظهرت بين الناس مظهرا للنسك والورع، فلسانك بين الخلق يجري كالسهم في كلمات الاستغفار، وقلبك مصر على معصية الملك القهار. وإن فارقت القوم وخلوت بارست الملك جل جلاله بالمعصية. لا، احذر، من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. هل عندك دليل على هذا الحكم الخطير؟ نعم، لا أقول كلمة بغير دليل. قال البشير النذير كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
يعني من يقول أو يفعل من أجل السمعة فسيظهر الله سره وسيجعل سره علانية، وستسمع بأذنيك الخلق يقولون فلان ده بتاع سمعة، فلان ده بتاع شهرة، فلان ده بتاع إعلام، فلان ده رجل صادق، ده رجل مخلص، ده رجل يبتغي الدار الآخرة. لا إله إلا الله، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. فالاستغفار استغفار باللسان، وعدم إصرار القلب على المعصية، وانطلاق الجوارح إلى الطاعة، هذا هو الاستغفار الذي يسعد صاحبه في الدنيا والآخرة. لا أن يستغفر اللسان وأن يصر القلب على معصية الله جل جلاله، وأن تنطلق الجوارح بلا خجل ولا حياء لمعصية رب الأرض والسماء. فالاستغفار مع الإصرار استهتار، عافانا الله وإياكم منه. فالاستغفار استجابة أعمال الجوارح، ثم إنابة أعمال القلوب، ثم إقبال وتوبة على علام الغيوب. فالاستغفار يتضمن معنى التوبة، والتوبة تتضمن معنى الاستغفار، إن قرنت الكلمتان معا، إن أفردت كل كلمة منهما. يعني إذا ذكرت كلمة الاستغفار مفردة فالاستغفار يتضمن معنى التوبة، وإن ذكرت كلمة التوبة مفردة فالتوبة تتضمن معنى الاستغفار، وإن ذكرت اللفظتين مقترنتين فكل كلمة لها مراد، كل كلمة لها معنى، فهما كلمتان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإن ذكرت التوبة والاستغفار معا فالاستغفار استغفار لما فات من الذنب، والتوبة رجوع من كل ما مضى من معصية الله إلى كل ما يرضي الله تبارك وتعالى. فالتوبة حينئذ تجب الاستغفار، فهي ندم على ما مضى ومعاهدة لله جل وعلا على فعل الطاعات فيما بقي من العمر مستقبلا، فهي أشمل وأعم. فالاستغفار استغفار باللسان، وإصرار بالقلب على فعل الطاعة، وندم بالقلب على فعل الذنب والخطية، وإقبال على رب البرية بالإنابة والتوبة. لذا كان الحبيب، وهو من؟ وهو سيد التائبين، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. تب بالله عليك، أنا وإنت بنستغفر ونتوب لربنا في اليوم كم مرة؟ 7 مرات، 17 مرة، 20، والله تبقى نعمة، والله تبقى بركة. تصور أن سيد التائبين كان يستغفر رب العالمين في اليوم أكثر من 70 مرة. في رواية البخاري من حديث أبي هريرة، يا أيها الناس، النبي يقول كده، يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الله أكبر. ورواية ابن عمر في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر: كنا نعد بالعدد في المجلس الواحد لرسول الله 100 مرة في المجلس الواحد، يعني يجلس الصحابة معه صلى الله عليه وسلم مجلسا واحدا فيعدون له في هذا المجلس 100 مرة، وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الحبيب يقول كده: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. احفظ هذا الدعاء واحفظ هذا الاستغفار، وأكثر منه في بيتك وفي سيارتك وفي مكتبك وفي الشارع وفي كل مكان. رب اغفر لي، وعيش المعنى، عيش بقلبك وكيانك وعيش المعنى يا أختاه. رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان يعلمهم سيد الاستغفار كما في صحيح البخاري وغيره من حديث شداد بن أوس يقول: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك
بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله ما أروعها ورب الكعبة من كلمات لو ذاق الإنسان حلاوتها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول سيد المستغفرين: من قالها من النهار موقنا بها فمات من ليلته قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وأختم بهذا الحديث وسامحوني والله لقد مضى الوقت دون انتباه مني. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب، يقول علي: حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. الله الله الله، حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. سيدنا علي يقول كده، قال: حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أذنب ذنبا فقام فتطهر توضأ أو اغتسل ثم قام فصلى، من أذنب ذنبا فقام فتطهر ثم قام فصلى ثم استغفر الله عز وجل غفر الله له ذنبه، وقرأ قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، إلى آخر الآية. فهل سنعاهد ربنا اليوم على الاستغفار، على الأوبة، على التوبة، ليفرج الله كربنا، ليكشف الله هممنا، ليرفع الله عنا البلاء، ليرفع الله عنا الوباء، ليرفع الله عنا الغلاء، لنشعر بالأنس، بالقناعة، لنشعر بالرضا، لنشعر بالطمأنينة، لنتذوق حلاوة السعادة، ليوسع الله علينا أرزاقنا؟ لا تتوهم أن هذه الكلمات بدون أدلة، وقد بينت لحضراتكم الأدلة على كل ذلك من كتاب ربنا ومن كلام نبينا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالمغفرة والجنات. وأعيشوا مع هذا في دقائق معدودات بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم، وأسأل الله القبول لي ولكم، فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يعينني وإياكم على الاستغفار بالمعنى الذي ذكرت. فالاستغفار منهج كامل ومنهج شامل لصلاح الدين والدنيا، فأنا لا أؤصل هذا من أجل أن ننسى دنيانا، بل هذا المنهج يصلح ديننا ودنيانا، هذا المنهج يصلح ديننا ودنيانا. لا سعادة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعودة إلى ربنا جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه سعادة الدنيا والآخرة، أولئك جزاؤهم مغفرة من الله من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة.
أختم بهذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث صهيب الرومي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول جل وعلا: هل رضيتم؟ هل أنتم راضون؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ يقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجاب بالنسبة للخلق لا بالنسبة للخالق، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا من أردت سعادة الدنيا والآخرة، يا من أردت سعادة الدنيا والآخرة، أقبل إلى الله وعد إلى الله، وعاهد ربك على الأوبة، على التوبة، عاهد ربك على تحقيق التوحيد، على المحافظة على الصلوات في جماعة، عاهد ربك على الإحسان إلى الخلق، عاهد ربك على بر الوالدين، عاهد ربك على الإحسان إلى الجار، عاهد ربك على الإنفاق على الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين، عاهد ربك على الصدق، عاهد ربك على الوفاء، عاهد ربك على الأمانة، عاهد ربك على التخلي عن ظلم البنات في الميراث أو عن ظلم أي أحد من الخلق، عاهد ربك على الأوبة والتوبة. فلا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان والعمل الصالح على طريق النبي محمد. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله. أسأل الله جل علاه في هذه الساعة المباركة ألا يردنا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تردنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. اللهم لا تردنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تبدل النعم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا واستر عيوبنا، وفرج كربنا واكشف همنا، وأزل غمنا وفك أسرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء. اللهم اعص مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اعص مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، ورب لنا اولادنا. اللهم رب لنا اولادنا. اللهم نجنا واياهم من الفتن يا ارحم الراحمين. اللهم نجنا واولادنا وبناتنا من الفتن يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولاة الأمور لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.